والله يا ربي حياتكم باينتها حلوة، بقى منين ممكن تجيكم البلوة؟ بصراحة أنا حبيتها لهالبنت، مالي شايفتها واقفة بالطريق، يعني أنا لو محلها كنت قولي على قامتي لك بطقطي. إيه طبعاً، لأنه قدامها عم تصير المناغشة والمجاملة، وتحت عيونها عم تتم الحركشة والمغازلة، يمكن يا حسرتي حست حالها مو قد المقام ومبهدلة. لا، وسيدة سيدة جوزها وممنوع عنها، بقى حلولي هالمعادلة. شو يا شايفتك تعاطفتي معها، ريتو الجني الأحمر ينتعك وينتعى. لا والله يا ربيعة مو قصة تعاطفت، بس قلبي وجعني عليها وشفت. الحاصله يا خان مات، بيوم من الأيام إجا على بالي روح على الحمام حتى أكون على نظافة قبل الولادة، وعلى هالشي مثل ما بتعرفوا جرت العادة. شو شايفتك فايق اليوم بكير مع صوت الشحرير. ايه والله يا بنت الحلال، كتران البيع علي والملائكة عم تحوم حوالي. لا تقولي كل هذا رضا ولله الحمد، وعهد الحرام انقضى وحطينا له حد. الله يوفقك يا حمدي وياخذ بيدك. المهم انا رايحه اليوم على الحمام بدي اقضي نهاري. حلو يا ستي نعيما سلفا. شو اي نعيما؟ بدي مصاري. فهمت عليكي تكرمي، خدي قد ما بدك وتنعمي. هاي اجره الحمام لام بكري الي ولصانعتي، وهي للجواني، وهي للبراني، وهي بخشيش علشاني. خذي كمان. ليش الطمع؟ انا مالي طماعة، الطمع ضر ما نفع والعبرة بالقناعة. طيب وهي مني اكرامية، روحي بقى انبسطي وتهني يا حورية. الله يرزقك يا رب، لكن رح اعمل طنجرة مجدرة ورح اخذ معي مخلل، تعرف النسوان بيحبوا القرقرة، اذا تعوقنا لا تسأل. لا ما راح اسأل يا ستي هنا بكل لقمة. على كل حال اذا انا تأخرت وما رجعت على البيت راح اتغدى مع جاري الخياط قربيت. ايه يلا. يلا انا رايح، بدك شيء؟ سلامتك الله معك. خدي راحتك وتحممي ونعيما سلفا ان شاء الله. الله ينعم عليك. الله يفتح بوشك الهي. الله يسلمك. فريزة يا فريزة تعيلي نام ستي، خلي عندك شوية ذوق وطلعي عاونيني ضب البقجة، بدنا نبكر بنروح على الحمام يلا. ايه بس انا ما بقدر اروح معك يا ستي. وليش بقى؟ هيك يعني حاسة بشوية برد وبدني عم يفور ويهمط وشعر جسمي واقف مثل جلد الانفوت. ايه لا ما في فكة، بدك تروحي معي، بدك تساعديني بحمل البقجة، حاجة لعي. حاضر ستي، من شانك رح اصبر على وجعي. على النبي والله احد ام وليجي الصبي. بالهنا ان شاء الله. ايه الله يطعمك الخلاص والخلقه التامه بين الناس. يسلموا ان شاء الله نعيمه. اوف شو هالحرائي، بهالخطوتين من البيت لهون انتزع مرائي. وينك يا عم حتو؟ تاخذي الباج من البنت وفوتيهم حطيهم عندك بالدهليز، وقولي لام عبد البلانه خليها تتوصى بالتراب الحلبيه والتكييف. على عيني تكرمي ام بكري. ستي ستي زاد علي الوجع ومغصتني مصاريني، وخايفة على حالي اوع وتتلبكي فيني. إلك على خدي هاي المفتاح، معي مفتاح تاني، روحي بوشك على البيت واغلي شوية نعنع ودهني بطنك بالزيت واستنيني لأرجع. خدي. كتر خيرك يا ستي. روحي من طريق السوق ولا تفتحي الباب لحدا. ها خلص خلص ستي، ما رح افتح لمخلوق. انحنتا هاتي المناشف الصر ما يرضى عليكي. ما بطلع ما بطلع يا ماما ما بطلع إلا بحلق ألماس. شو ربيع خانم شايفتك ما تحممتي؟ ما تحملت يا أم بكري. ليش كفى الله الشر؟ الدنيا شوق وهالولد بكري،
فقلت لحالي يا بنت تعي بكرة على رطوبة وبكري، أحسن ما يصير شي لهالولد، هيك فكري. الحق بإيدك، ما في أصعب من المصابحة الماسية. على كل حال أهلا وسهلا فيك يا ربيعة خانو. أعطينا كاسة شاي يا أم حدو. ما في لزوم، ما في لزوم، خلي لي روح أحسن لي. تفضلي، هاي إجرة الحمام يا أم بكري. يو شو عم تحكي أنت؟ أنت ما تحممتي بالمرة، شلون بدي أخذ منك إجرة؟ تسلمي لي. خدي مني ولا تبس فيني. طيب ماشي الحال، رح أخذ. أنت الكريمة ونحن إن شاء الله بنستاهل. وهي لأم حدو، خليها توصل لي البئجة للبيت. يسلموا إيديكي، خليها تروح معي توصلي. لا بروح لحالي، معلش مو لهالدرجة، يلا خاطري. الله معك، مع السلامة ربيعة خانو. يا أم حدو. لحتى ما احكي كل القصة وما فيها، انكم صرتوا مثل بعض، كتبت كتابي عليها حسب السنة والفرض، وما في لزوم تسبيها وتمسحي فيها الارض. اخ يا راسي شو عم بسمع؟ عمري معرفة الحرام والشرع سمح بأربعة، كل وحدة إلها ثلاث ايام ما عدا يوم الجمعة. ينكتوا كرارو على هالقفلة البايخة. إلهي قال يا مآمنة بالرجال ولك تحت السواهي دواهي. وشلونك هلأ أنت وياه؟ عايشة معه مجروحة وحاسة شي بقلبي انشعر، ما بقدر ألغي جوازتهم هالشرشوحة، هيك الله أمر. يخرب بيت رجال ما أقواهم، لا والنكتة ما في مجال نعيش بلاهم. ايه طيب هاتي لنشوف يا سميحة، حكي لنا قصتك مع جوزك المرحوم وليش حياتك من بعده صارت أبيحة مع أنه نال نصيبه المحتوم. عمري أصبح ميؤوس وعالزمن الماضي آخ، وعم بصفر مثل الجاموس والرئة صارت منفخ. شايفتك معكرة بعيد من قبالي وعيشك منغص تنغيص، مع أنه بيقولوا إذا راح الغالي ما في أسف عرخيص. هو صحيح جوزي توفى ومات، بس سلة الدهر مليانة مفاجآت. هلأ هاتي لشوف احكي وحاجة تنوحي وتتبكبكي. هذا يا مكسورات الخاطر، جوزي رضا كان وربي يشهد علي مهنيني، وما في مثله رجال ويا عين، يعني إذا طلبت منه لبن العصفور بلمح البصل بيجيب لي إياه، وبيعمل لي منه شمندور وبالتنك بيمول لي إياه، وإذا قلت له بدي إياك تدور على رجل واحدة هالطلب بينفذ لي إياه. يعني باختصار عايش تحت أمري وعامل حاله سنادي الخصري، وما بيرفض لي ولا طلب، وبعمره ما حس بتعب.
وبيني وبينكم يعني المرأة أحيانا تتناقش مع جوزها، يعني تعدموه شي مرة إذا قالي شو هالليلة يا روزا. عايشين أيامنا عرس بعرس، وكل ليلة عنا ليلة إنس، وريتا ما تبلى سهرته بالبيت جنب البحر بإنبازه، وش مورد مثل الفل ولسه مو خالص كازو. ولما شفته بهالأخلاق ما عاد سألت، وما إنه عنا ثلاث أولاد ولو طلب زيادة كنت حبلت. خزيت العين حولك يا سميحة. إيه لكان المرأة للرجال رحمة بالطاعة والمحبة والحشمة، وبلا طول سير عليكم يا مكسورات الخاطر، صارت حياتنا على هالمنوال، لا في إيه ولا في آه، هو إلي وأنا إله، يعني مثل الحبل والدلو. الله يرضى عليك ستي هنية، أعطيني شوية ملاقط من الصينية. تكرم عينك سميحة. يسلموا أنام لك. ولو أنا مثل الأخت عم عامل. عرفت موتي بديت انتو هاي. تعرفي يا سميحة، أنا لسه ما شفت ولا عيني رأيت مثل غسيلك، ومهما درت ولفيت ما بلاقي مثيلك. دخليك قليلي شو بتساوي له حتى هيك بيكون أبيض وناصع وواقف مثل الورق؟ الظهر بتكتري له صودا مو هيك؟ بالعكس كان احترق. يو لكن شو بتساوي له حتى بيطلع بهالبياض الناصع؟ يا ستي أول شي بنقع البيضات 3 ساعات بالمي مع برش الصابون، وإذا كان بدي أغسل حفاضات بضف له معلقة كبيرة إلي وشوية كربون، وبغليهم ساعة على البابور بالتنكة، ووقتها بتشوفي هالوسخ كله حل والغسيل ما في الوتكة. بعدين أبات المصان المزفتة بحكة حك بركبة الجمل حتى يرجعوا جداد، وبنزل فيهم بهالطشط عك. ما بتتعبي؟ بيساعدوني الأولاد. يا عيني عليكي. وبعد ما فض الغسيل بيشرو فوراً على الأسطوح وبعجل، يعني من الفض والعصر للحبل، لأنه إذا تركتيه بيقلقل وبيجعله وما بيسبل سبل. هو فعلاً سميحة أنتي غرضك فعلاً دقة. إيه وما بيشبله شبل. كل شيء إلك يا ستي مركّن، الهمة هي الأصل. تقبريني يا هنية، ناوليني هالملقط من عندي، هالملقط رفاته منزوع. تفضل. يبعت لك الهنا، وهذا راسوره مخلوع. طيب وهذا؟ وهذا ما عم يضب منيح، راسه يمكن مصروع. لا ما بدك فهميني شو الموضوع، شو بدك شغليني تحت ايدي؟ لك تقبري عظامي يا هنية، شو انك نزقة؟ وانا عم طيب نيه لزقتك فرد لزقه. شو بدي اعمل؟ اللي ما له حظ من سلفته لا يتعب ولا يشقى. إلا كان تعالي نقعد بارض الديار ونشرب قهوه ونشق على الولد. صلوا نص نهار عم يترعششوا بالمي ويمكن اخذوا برد. اي معلوم اذا غاب القط العاب يا فار، بس لا تخافي عليهم واحدهم مثل الخلق. امتى بده يجي جوزك رضا؟ هلا وقته. لكن نروح اتغطى. معك حق، هي دقته. يا ولاد افتحوا الباب لبابا. يا بابا سكر الباب. مرحبا يا سميحة، ان شاء الله تكوني منيحة. اهلين ابن عمي، جبت الصفيحة. جبتها صفيحة بدبس رمان مثل ما بتحبي. يعطيك العافية ويسلموا هديات يا ربي. شو وين سلفتك هنية؟ فوق بالعلية، رح تنزل بعد شوية. ايه لكن حطوا لنا غدا على بين ما اشلح والبس، احسن ما تبرد الصفيحة، لانه اذا تركناها بتيبس وما بتعود طعمتها منيحة. ايه يلا تعوا يا اولاد الحقوني على المطبخ. ليك شلون لحقوها مثل الجداية على المسلح. خدوا ماما الصحون حطوهن على الطاولة. خديتي ماما المعالي تقبريني. روحي صفيحة. يا سلام على هالريحة، هاتوا شي قرص احتدق لكم. انا روح قلبي الزفر واذا مو طيبة رح قلكم. وامتى بده يجي جوزك من السفر وتخلصينا من زيارتي؟ حاكم هيك الله امر، نتحمل سألتك. عزك وعوازك والف رقعة بانبازك، انا جوزي خلاني هون حتى ما تضلي بقمع راسي. معنات هالشي انه انا عندك ضيفة، بقى لازم تدلليني وتطعميني وتعرفيني وتكوني معي لطيفة. بتأمري امر ست هنية. قلتي لها لجوزك يجيبنا مامونية؟ هلا خليكي بالصفيحة، المامونية مو طيبة الا الصبح.
اكيد الصبح. انا ما بالامزه. لك شو صار لك تفجعنتي عندي؟ شو جوزك حرمك الاكل يا بعدي؟ ما بعرف، نفسي عندك بتنفتح وبتشهون، ومهما عملت حالي اكابر مدري شو بصير لي عندك بتفجعه. طيبين هاللبن. ولك لا تطيري غداكي بالمطبخ، هلا بنتغدى كلنا سوا. مو بايدي، عصافير بطني عم تصرخ. بس الجمل لو غب مثلك كان ارتوى. بتعرفي يا سميحه شو بدنا اكله بعد اكله هالصفيحه؟ لا والله ما بعرف. بعد هالاكله بدنا اكله حلو، لانه بالحلو حيطان المعده من جوا بينجلوا. يا لطيف يا لطيف على وحامك ما اساله. وانت قلتيها بتمك يا عيني، انا مخلوقه عم بتوحم. اذا انت ما تفهمتيني يمكن جوزك يتفهم. وشو المعنى؟ المعنى خلي جوزك يجيب لنا بعد الغدا كنافه مدلوقه. وكنافه جوزك لملوك بتنهدى، بقى لا تطنشيني يا مخلوقه. بتعرفي يا هنيه اللي مثلك ما بيقدروا ينضبوا على جلقتهم بينسبوا. يو اي مو مشان مشان الببو. يي يي الله يعيني على هالزياره. له ليش؟ لانك ركبتيني مثل الحماره. لا ولو محسومه، بس بدي مدلوقه مو بايدي سميحه. عم بتصور حالي عم دوقه. تكرمي. شو زعلتي؟ على حساب انت سلفتي ومثل اختي. لا لا ما يهمك، ما زعلت. اذا زعلتي بطلتها. خلاص عم لك ما زعلت. اصبح قليله ابي ما يشلح لك. اريضه تقرضك، ما فيكي تنطري للمساء. سميحه انا بعرضك، خايفه طلبي ينتسى. خلاص هلا بقول له قبل ما يروح على شغله. لك خلاص خلاص بقول له. شو جعتوا بابا؟ اجانا كثير كثير كثير. يلا يا سميحه. لك وين الصفيحه؟ يلا يلا جبتها. اوعك تنسيها يا سميحه. خلاص خلاص ما رح انسى. بتعرفي يا سميحه لو بعرف انه جوزك بيرفض لك طلباتك السريعه إيه ما كنت تمدمدت عليك وتمايعت هالميعه. بس عندك جوز ما شاء الله مثل هريسة اللوز، بيطالع المي من الصخر لك والزبدة من قشر الموز. مو مثل جوزي أبو الفوز هداك لك. آخ آخ لك. خلينا نمشي هلا. امشي قدامي. أخرناك مو هيك؟ لا بس جاع أولادي ومن جوعهم رح يقرمشوا الزبادي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ هاللقمة مني تقبرني كلها لحمة. لك يسلموا ايديكي يا حق، وانا قلبي على لقمة من ايديكي عم يعمل حق بق. ايه الله يخلي لي اياك وما يحرمني منك. لا حول ولا قوة الا بالله. خير سميحة؟ على شو عم تتحولي؟ ما في شي، سلامتك تقبرني. هاي سلفتي هنية عم تشكرني. على شو؟ عصفيحة قال لانه من زمان جاي على بالها هالاكلة. ذكريته صحة وهنا. على قلبك. بصراحة يا سلفي أنا قدام الأكلة الطيبة برتخي. إن شاء الله مجاري الهنا ما بتأخي. بس بتعرفوا بشو لازم نتمحلى بعد هالصفيحة؟ بشو؟ لازم نتمحلى ببطيخة. بطيخة؟ إيه لك، بتبرد على قلبنا ومنه بتساعد على هضمنا. إيه وأريضة بطيخ، شبعنا بهالصيف منه. ما في غير منذبح البطيخة ومننزل فيها تفسيخ. حاجة بقى سلفي، لازم نحل عنه. اي والله حيرتوني. بشو بدنا نتمحلى لكان حاكم الصفيحه كلها دهن؟ ما بعرف انا، سأل سميحه. هلا بتقول بدها شمام وانا وياكي على الرهن. لا لا ما بدها شمام. شو بدك سميحه؟ انت بس امريني. اذا اجيت للحق ابن عمي جاي على بالي كنافه بالسمن العربي. بس هلا لا تاكل همي، بكره بتلبي طلبي. وليش بكره؟ هلا وانت اللي قلتي. وين آية؟ كمل أكلة. طلبك فورا رح يخلى. شايفة شو بيحبني يا سلفتي؟ بلا. أنا ما قلتوا لي شو جبلكم؟ كنافة مدلوقة ولا قطايف عصافيري؟ لا القطايف ما بدوقة، ما بحب ريحتها بمناخيري. بس يا هنية المدلوقة بدها عجن وبدها شغل وبدها فرك بقلب الصينية وتحضيرها والله مو سهل. ولا يهمك سموحة، عشيكي بين إيديكي. انت اعدي وشم الريحه وغير هيك ما عليكي. انا رايح لغير ثيابي وانزل على سكه الميدان، وهنيك كلهم اصحابي حيدر وداود وسرحه. والله لبك عليك يا سلفي، لهفتك على سميحه بتكفي. ليش كم سميحه عندي انا؟
يلا انا رايح البس واتيسر. انبسطتي هيك هنيه خانو؟ انت الثانيه شو بس انا اللي بدي اكل وانتو كمان صابتكم طرطوشه. ماشي الحال. بتعرفي ولد سميحه شو جاي عبالي اكل بهاللحظه؟ شو بدك تاكلي؟ تاكلي هم قلبي ان شاء الله. زنقل. شو ها؟ زنقل زنقل، بطلتي تفهمي؟ اخ يا سميحه فائس وحامي على اكله عجه وزنقل. يخرب بيتك. وحده وحده، فعلا في ناس اذا بينعطوا وش بينجلقوا وما بيعودوا ينضبوا. امو مشاني مشان الببو. اي قومي هلا قومي من وشي احسن ما تعدي وتتيبسي. فوتي اجلي الصحون وتحسوسي. ما بحب اجلي الزفر، بطيلس على الصحون طيلسي. اصلا ما في شي منك منتظر غير التفتي والمسخره والمقلسه. يلا السلام عليكم، وان شاء الله المسا بتكون الكنافه بين ايديكم. الله معك ابن عمي. سميحه مالك ملاحظه مثل ما انا ملاحظه؟ وشو ملاحظه بقى ست الحسن؟ صار لي زايره عندكم مده وجوزك محيرني بامره، بيتهندس وبيشكل على صدره ورده وبيتركنا لحالنا وبيدير ظهره، وانتي حضرتك اذا تاخر بالسهره ما بتعاتبي، وانصدف وتغدى برا ما بتلومي، وان حكى لك شي قصه ما بتكذبي. لك والله والله لو جوزي عمل فيي هالعمايل لاعمل من لحمه كباب، ما بسكت له عن هالمسائل حتى لو بده يوصل الدم للركب. شو اعمل لي؟ انتي بتحبي النكد. بس جوزي شايفني مو مصدق وما في بحياته غيري احد. بعدين الرجال بيني وبينك اذا حبستيه بيكره هيك وبيتضايق مني، اما اذا اجيتي على عقله وسايرتي مو ممكن يستغني عني. يقبر قلبي هالرضا شو نفسه هنيه ووشه بشوش وما اعدم طوله يا حق لما بيلبس هالطربوش. بس انا عم بقصد بعدين ايده كريمه واللي بجيبته مو اله، ومهما كانت الشغله غاليه والى قيمه صرف القرش عنده ما اسهله. ما اختلفنا يا سميحه، بس انا يعني وين بده يروح؟ عم يروح مع رفقاته على القهوه، يا عم يسهروا على الاسطوح ببيت رفيقه بالربوي. انت شفتيه بعينك ولا هو اللي حكى؟ يخرب بيت عدوينك، ليش بتظني وبتشكي؟ معلش يا ستي معلش، خليني هلا شك احسن ما بعدين انزل على راسي شك. يا هنيه يا هنيه، انت جوزك ملفلف والله خلق اخين ما خلق طبعين، وعلى طول بيحلف على المصحف وانت بتصدقيه خزيت العين. وبعدين انا جوزي خلص صار لي منه 3 اولاد وحاببني، ولو بده يملص مني كان ملص وكان مرمرني من زمان وعذبني. هيك فكرة؟ ايه لكن شو؟ الله ينجينا من مكرك. قومي لقلك هنية، قومي قومي غسلي للولاد بالصابونة وخلينا يلعبوا ببيت المونة، لأنه بيت المونة رطوبة وبيحبوها وما في أطرميزات بالأراضي حتى يكسروها. ايه ايه بتأمري أمر سميحة خانو. يلا يا أولاد امشوا معي تعوا. العافية أبو ياسين. أهلين وسهلين أخي رضا. يا ميت أهلين وسهلين ومرحبتين بالوش الحلو. شو قصدك يا رجل؟ صار له زمان الأمر بمان. لك الله يخليك ويديمك، ما لنا غنى عن الإخوان. يا أهلين رضا. إيه أخي أمرني. بدي سطلين قشطة مرتبين مدللين شغل الغوطة. إيه مو تكرم عينك، إيه مو على عيني وعلى راسي، كما رضا عندي أنا. شلون بدك ياها؟ نية ولا مغلية؟ بدي اياها نيه. اي وصلت يا روحي وصلت. عندي اشطايات معتبرات بلديات بيشتغلوا معك للعصافيري وكمان شرحوا استيتيات. بقى شو طالبه منك المخلوقه؟ بدك نافه مدلوقه. اصبح اختلف الكلام، الكلام كله اختلف، بس ولا يهمك. انا رح اعطيك سطل قشطه ما في مثيل بنص الشام، ما في. دوق حبيبي دوق دوق وادعي لي على نصتك. لك ايه شو ما فيني ذوق لحتى شك بشطار. اخي لحس لك لحسه وتحاش خنصرك بها السطل. لا اله الا الله، يا حبيبي انا ما بحب اللحوسه، اعطيني شي رطل. ولك اخي شبك خايف؟ الحاس نزل خنصرك بها السطل واعمل مثل ما بيعملوا الناس. الحاس اخي الحاس. امرك. شلون شفت لي الاشطايات بالصلاه على النبي؟ ما بهون شي. قال ما بهون شي، قال لا شك انك غشي ما في مجال. ولك يا رضا هاي قشطه مقشوشه قش
من الصواني عن ندى الفجرية. الله وكيلك بيت المهايني كن طالع صباح إلهم تسع سطول وزبدية. الله 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 يبارك لك يا أبو ياسين، الله يبارك لك ويجازي ويطرح الخير ويبعد الضرر ويكبر لي بزاز المعازي. يا سيدي آمين. بتعرف هاللحسة اللي لحستها؟ هي بتمد بعمرك من هون لحرستها. وأنا أصلاً لحستك حتى تعيش أكتر ما عاشت ستك. ليش؟ لأني بعزك وعطيتك قشطة من تم المعزاية لبزك، أصلي من بز المعزاية لتمك. تشكر يا أبو ياسين تشكر. أخي أنا شعاري أتقن عملك تنل أملك، هيك قول للناس إذا حدا سألك، لسنا الوحيدين ولكننا الأفضل. بعدين مو مين ما كان باع قشطة يعني قشطة، إلي جار باع سطل لجماعة جابوا له الشرطة. أوف، وليش بقى؟ لأنه قشطة مو عن حقها، قشطة مغشوشة ومحمضة، يمكن من كتر الناس مو مفوتة أصابيعها بالسطل. طبعاً هالكلام أكيد، لكن ليش تركت الكل وجيت لعندك ركيد؟ إيه سيدي شو قلت اللي بدك؟ بدي سطلين، يعني رطلين. اسمع مني خذ ثلاث سطول، قل لي ليش؟ ليش؟ لأنه هالقشطة مهولة وخفيفة على المعدة وما لا تقيلة. ماشي، عطيني ثلاث سطولة، بس المشكلة ما عندي أكيلة. اعزمنا أخي رضا، اعزمنا حتى نجي ناكل معك. حاكم حشات الذكر، مهما أكلت غير القشطة ما بتنفعك، لأنه لا بطنك بيعود بيوجعك، ولا وشة أدان بتصرعك، يا سيدي وما بيعود في خوف عليك من شي حية تقرصك أو عقرب يلدعك. ليش؟ انت اكل قشطة ما في ورطة. سميحة يا سميحة، طول جوزك شو قصته؟ بلا بالبطني زقزقت. لسه ما حلي. هلا امتي عن الاكل؟ ما دخل، كل عيش وله كريش. لك يسلموا هالدياب. تاخد عصفيري؟ لا شكرا. اوعى تاخد من غيري. ما منستغني ابو ياسين. تاخد لك كبس زيتية؟ الله يعطيك العافية. الله يعافيك، الله معك. لا بكفي. ولك حاجة تفرق فيها بقى؟ يا والله نهروا إيدي عنك. لك إيه لازم أفركها لتنعى منشان تدوب اللقمة بتمك مثل المرهى. إيه خلي لي إياك يا رب. حاكم أنت ما بتحبيها مبرغلي، أنا شخصية أنا بحب دليلك. ميالك على هالجوز يا سميحة، إيه ما أطلب من جوزي يفرك لي كنافة لحتى يعمل لي جرسة وفضيحة. إيه أنا كم سميحة عندي؟ إيه افرح يا قلبي لك نصيب تاكل كنافة ويا الحبيب. افرح يا قلبي. آخ آخ يا سميحة من رجالنا، بعلمك حاطينهم تحت باطنا، بعلمك حطونا تحت باطهم. بعلمك ماشيين على صراطنا، بعلمك مشونا على صراطهم. قصتك يا سميحة شبيهة بقصتي، بس ما بتنقفل بغصة مثل غصتي. لا وشو بدهن يانا؟ مثل الأملة المفروكة يا مثل اللقمة المعلوكة، لا لنا رأي ولا لنا شور، لا لنا حضور ولا لنا دور. المهم يا مكسورات الخاطر، وإن شاء الله الله يجبره. جوزي كان صيته عاطر وعيشي بحياته ما كدره. الحاصلة يا حبيباتي، بنفس يوم المدلوقة كنت سهرانة مع سلفتي هلا، أنا عم أأمن بامية وهي عم تقطف ملوخية، ورضا قاعد سهران وعم يتصفن بالحيطة. سألته شبا اتبلك مرتبك، غلي قلبي عليه، عملت له كاسة ليمون وقعدنا أنا وهنية نداري. قال
حاسس بحرقة براس معدته وصدره دايم ووشه ما بيتفسر ومقلوبة سحنته، وعلى غفلة حط إيده المسكين على صدره وبغمضة عين نفخة وللباري سلم سره. الله يرحمه ويحسن إليه. هيك ارتاح من الباب للطاقة؟ يعني كان يشكي من شي؟ أبدا، خزيت العين عنه سالم مسلم، وشو اللي خلاه يتوفى الله أعلم. المسكين طب من غير ما يعطس أو يتكلم، بالظاهر تقل على الغضب صفيحة والصفيحة مدهنة وإجت فوق المدلوقة، فكانت نهايته محزنة. الله يرحمه يا حق، ما بتجوز على البني آدم غير الرحمة. المهم هلأ شو صار معك بعدين؟ اللي صار إني زعلت والولد وبكيت حتى تقولي حاجة، والجيران بكيوا معي والقرايبين والآخر هالديباجة، وبعد ما طالعوا المرحوم على المقبرة وأنا بالبيت حزنانة ومرمرة بدت القصة اللي أولها فرح وآخرها غصة. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم. هذا أمر الله بعد حكمته يا سميح، ونحن قدام عزمته ما لنا بشي حريحة. إن شاء الله العمر إليك وما بتشوفي ردي. حياتك الباقية يا هلا. لا تأخذيني أختي، الشيخ وجماعته بده يروحوا ولازم يقبضوا إجرتهم. طيب لحظة أخي. سميحة في معك مصاري مشان نعطي الناس؟ والله ما بعرف، المصاري اللي كانوا معي خلصوا. شوفوا بجيبة المرحوم، جابوا معلقة بالخزانة. ما في شيء. شلون ما في شيء؟ لكان شو هاي الورقة اللي بإيديك؟ ورقة، هاي ورقة عادية بالظاهر فاتورة. ورجيني اياها لشوف. هلأ شو بدك بهالقصة يا سميحة؟ مشان الله لا تعملينا عند هالمسة فضيحة. فضيحة؟ فضيحة شو؟ شو هاي الورقة اللي بإيدك يا هني؟ خلص بقى سميحة، هلأ مو وقتك، أعطيني الورقة. خلص بقى عم قلي. عم قلك أعطيني. مالك شايف الناس كيف عم. شو هالورقة هاي؟ ومين هاي البنت اللي بالصورة؟ شو بعرفني؟ أنا ما بعرف، أبصر لمين؟ وشو جاب هالورقة وهالصورة لجيبة جوزي؟ قليلي إياها. بس يا سميحة. قريلي اياها احسن ما دب الصوت. ها هاتي. شو مكتوب فيها؟ مشان الله لا تحرجيني يا سميحه، خلي غيري يقراها. هني هني اذا بتحبيني بتقري لي اياها. لك صدقيني انا كثير بحبك، بس مشان الله تقريها. بوس ايدك. حاضر حاضر يا سميحه. بس
صراحة يا سميحة هي صك زواج رضا من البنت اللي بالصورة. صك زواج يعني جواز؟ لا لسه بالظاهر لساته عم يطالع الوراق، وقبل ما يخلص ونزل البنت على خانته الله بعدي اسمه أخذ أمانته. ولك أوحى الله جاب كيدو بنحره أوحى، وقبل ما يتجوز رح يشوف أمره أوحى، واللي ما بيضر حدا أوحى الله ما بيضره. جنت بكتر ما بتحبه حبيبي ده اخلاصه لك عن اسطوره بالحاره اللهم عافينا ولا تشبع نسواننا فينا اوه وكل مين شافني من